اسف، هل علينا؟ يلا بينا نعمل شوية ايس كريم يرطبوا علينا في الجو الحر ده. هنعمل ايس كريم بالفانيليا وكمان بالشوكولاتة وكمان بالمانجا، يعني اي طعم انت عايزاه هتجيبيه. العبوة دي من دريم بتحتاج معاكي كوباية من الحليب المثلج او المية المثلجة الموجود عندك، ممكن تحطي ده على ده، يعني مية على لبن هتخليه مثلج، وبعد كده تحطي كوباية على الباكت. فانا حطيت هنا باكتين من الفانيليا، فهضيف عليها كوبايتين من الحليب وهضرب بالمضرب الكهربائي لغاية ما يبقى قوامه زي الكريم شانتيه كده. هغطيه في حاجة واحطه في الفريزر لمدة لا تقل عن 3 ساعات عشان يتجمد معايا. بعد كده احط بقى الباكت بتاع المانجا، وبعد كده اخلطه برضو بكوباية من اللبن المثلج وهحطه برضو لوحده. وبعد كده هعمل اخر حاجة اللي هو بالشوكولاتة، بنحتاج معايا كوباية من الحليب. الكيس ده يا جماعة ده حاليا بقى ب9 جنيه بعد ما الحاجة غليت، يعني هو كان اقل من كده بكتير. بعد ما جمدتهم بقى بتجيبي البولات وتحطي بقى طعم من ده، بتشكليه بقى على حسب ما انت عايزة وبالهنا والشفا.